والله انه يوزعون سلات غذائيه، العالم محتاجه، ظروف زحمه برمضان، الغلا والله غالي، يعني اي شيء تمسكه غالي، طماطم بلف وربع، قاقع بلف ونص، باذنجان بلف، قل لي الفقير ايش ياكل؟ هو دي ياكل برمضان هاي طماطاي على في الليفله بلف ونص. نطلب من الحكومه انه تساعد الفقير، توزع لنا سله غذائيه على رمضان، تجهز الفقراء، مراقبه الاسعار ماكو يعني سعر محدد، كل من يبيع بكيفه. يعني ماكو واحد يقول لك تبيع بهالقد يمشي بالسعر، كله كل من يبيع بكيفه. والله يعني اول شيء المعاش غالي. ثاني شيء اللحم نحن ما نقدر ناكله. اللحم كيلو ب 20 و 21 غالي. والله من البارحه رمضان لازم العالم كلها تاكل لحم وشوي وما شوي، تمام لو لا؟ هسه نحن ما نقدر ناكل لحم. السمك غالي ما ناكله ما نقدر. المعاش غالي. الدجاج كيلو الكيلو ب 4 و 100. ايش بدنا ناكله يعني الدجاج الحي ب 4 و 100، ايش بدنا ناكله نحن؟ اشد تعيش اشد يعيش الفقير. توزيع غاز الدنيا بارده، عندنا اطفال نحن. نحن هسه خلص الغاز مالنا، نقعد ما نقعد على الصوبه نغطى بالبطانيات. والله مطالبنا ان شاء الله هل الاسعار هذه مال المواد الغذائيه اي شويه يزيدون الوجبه لهالعالم هاي الفقراء. ايش رايدين احنا؟ رايدين بس المعيشه وهاللقمه هذه. والله على مود ورعون، بس الاسعار هاي الغاليه، حل غاليه اسعار اللحم غالي، الطماطة البعها بلف، كل الأسعار على الخيار بلف، كل شيء غالي صار. يعني جاء رمضان استغلال على عيني عينك استغلال، ماكو مراقبة عليهم ولا اكو حد حاسبهم ولا حاكي معاهم. الكيلو اللحم الساعة أنا الهبر ب 17 والطلي ب 20 الكيلو، جرام هذا فقير بس يدحك.